هذه تغريدة لرجل الأعمال السعودي خالد الأشاعر يقول: اللهم انصر بني إسرائيل على عدوهم وعدونا، اللهم إن كان من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم فشتتهم واخذلهم وانصر بني إسرائيل عليهم. هل القضية مقدسة؟ من قبل ما تحكي بالشين اعرف حجمك وعد للعشرة، ما بيتطاول عفلسطين إلا جاهل واطي وحشرة. صدقني حاولت الرد تيكون مهذب على القد، بس حزت بنفسي جد إن نعطي قيمة للنكرة. احذروا من تفاعل مع هذه التغريدة. وزارة الخارجية الإسرائيلية بنفسها لا تستغرب من صهيوني بتفاعلوا مع خط سياده، وعلى هالحرقة لا تلوموني زادوا مثاله والله زادوا. يا زلمة ما بتسوى خيط بنعل فدائي كثير عليك، فقاعة صوته مع هيك لن تعدوا خبر بهالنشرة. نكران كل الدعم هذا اللي في 70 سنة. فلسطين اللي بتعمل قيمة للعرب وللي دعموها، ولب المشكلة والجريمة إنه عربنا قد خانوها. ما حدش على شعبي بمن بكم مليون وبكم طن، إم الشهداء لما تئن تسوى عنا نفوس كل عكرة. لكن إنه مجموعة كانوا شعب يسمى شعب فلسطيني الآن أصبحوا مرتزقة عند الميليشيات. اللي بطرق بابه لشعبي بسمع رده وبسمع ردي، وعدي لي رجالك عدي من مرتزق وجههم صدي. عنا شهداء بعدد امثالك وعدد رجالك وعدد الشالك وعدد اللي على فوك ومالك، عرفت الحين المرتزقة يخزيك ويخزي هالكشره.